بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبق وإن إحنا تكلمنا عن الكلوز بوتونز وقلنا يا جماعة إحنا كنا محتاجين ندرج الكلوز بوتون. كل اللي إحنا محتاجينه الكلوز بوتون ده بتجمع المربع اللي بيظهر أو علامة الإكس الصغيرة بتظهر من فوق الإليمنت على الناحية اليمين ده الافتراضي بتاعها وبتتحط في أي عنصر وفاكرين إحنا الكلام ده وتاخد الأتريبيوت اللي اسمها داتا كلوز. طيب أوكي، لو أنت عايز تخلي الإليمنت ده يكفل باي إتسيلف بنفسه يعني، طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عملت كنترول إس على الديفيجن ده، كل اللي أنا عملته يا جماعة عندي ديفيجن واخد كول اوت وفي بوتون ده اللي هو زرار الاكس يا جماعه وعندي نص تحت منه وقفلت الديفيجن بتاعي، فالاقي النص بتاعي اللي فيه علامه الاكس موجوده. اكشوالي اتس نوت فانكشنال، يعني هي مش متاكتفه مش شغاله. الاكس كده منظر يا جماعه، تمام؟ علشان ادي لها الفانكشناليتي بتاعتها بمنتهى البساطه بضيف لها خاصيه اسمها داتا كلوزابل، تمام؟ لو انا ضفت الخاصيه داتا كلوزابل للاليمنت ده بيبقى باي اتسلف كلوز، تمام كده؟ يعني لو انا عملت كنترول اس وحاولت اعمل ريفرش وضغطت باكس عليه هلاقي ان العنصر اتقفل. لو الناس اخذت بالها في قفله العنصر اخذ تاثير فيد اوت، انا مش عايز يعني، بس ركز معايا في الطريقه. بعد ما اضغط اكس النص بيبتدي يبهت لغايه لما يختفي تماما، وده المسار بتاع الحديث عن السيشن الجاي على سبيل التمهيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.